اتهم الألماني أوتو فيستر مدرب اتحاد العاصمة أنصار الفريق العاصمي بالوقوف مع الخصم كالوم الغيني في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد ملعب عمر حمادي ببلوغين، وانتهت لصالح أبناء سوستارا بهدفين لواحد. المدرب الألماني أكد أن الفريق لعب خارج الديار بسبب تصرف الأنصار الذي وصفه بالغير اللائق وغير المقبول. On a gagné 2-1 extérieur aujourd'hui, pas à la maison. Parce que même pendant l'échauffement, le public a insulté le joueur. On a joué extérieur. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. On a perdu un match semaine passée. Vous croyez, Bayern Munich, ils ont perdu à Porto. Hier, il y a 65 000 spectateurs derrière de leur équipe. Ah là, on a joué à extérieur aujourd'hui. Zekondo. Avant-hier, j'ai 9 joueurs blessés. Il y a même 2 joueurs qui sont rentrés sur le terrain avec les médicaments. Et je crois que l'équipe a donné en fond. Comme on joue sur un match sur un terrain neutre et sur un terrain gazonné, notre chance elle est toujours intacte. حينما تلعب جيدا تقف معك الجماهير، وحينما لا تلعب جيدا أكيد أنها الجماهير لن تقف معك. لاعبو الاتحاد العاصمي ثمنوا النتيجة وأكدوا صعوبتها أمام خصم وصف بالعنيد، مثل ما نتابع في ميكروفون زميلنا إسلام مقلع. كما شفتوا المباراة الحمد لله لعبنا بيان وفارق كما نقولوا ملاح. إن شاء الله النتيجة مليحة، إن شاء الله في الروتور إن شاء الله نحوسوا كاليفو تماك إن شاء الله. كل حال كما تعرف كما قلت لكم الاتحاد يمر فترة صعبة شوية، سيرتو في البطولة وين ما ناش مناح، تأخرنا بزاف لي بريميرور، والمباراة تاع اليوم لعبنا كونتر إن بون إيكيب اللي تلعبها ليكستيريور، تفوق ضئيل، دو أن ماهوش كور تاع كونفورتابل سيرتو في لافريك وتعرفوا مش كاين في لافريك. لا اظن ان مباراه اليوم كانت احسن من مباراه تاع بالعباس مباراه تاع العلمه، وزيد زياده على ذلك حققنا الفوز، وان شاء الله هذا وان شاء الله تما في مالي ان شاء الله نديروا اللي علينا باش نحققوا التاهل ان شاء الله.